الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهري. أحبتنا الكرام، مشاهدي ومستمعي قناة طيبة الفضائية وإذاعتها، أحييكم بتحية الإسلام، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حق التلاوة. يتجدد اللقاء بنا وإياكم أحبتنا على مائدة القرآن، نتلوه ونتدارسه ونقف عند أحكام التلاوة والمعاني فيه، نستظل بظلاله الوارفة ونستقي من معينه الذي لا ينضب. آيات هذه الحلقة أحبتنا الكرام، ما زلنا في آيات سورة الشورى، والآيات عندنا صفحة 484 من الآية 11 إلى الآية 15. هذه آيات الحلقة إن شاء الله تعالى، فنبدأ بحوله وقوته بتلاوة هذه الآيات المباركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. إذن هذه الآيات المباركات أحبتنا الكرام هي آيات هذه الحلقة إن شاء الله تعالى.
كما يسعدنا أحبتنا أن تشاركون الحلقة، أن نستمع إلى قراءاتكم وأن تعرضوا تلاواتكم عبر رقمي التواصل 0-83-40-77-77 والرقم الثاني 0-83-43-87-99. مضى معنا الحديث أحبتنا الكرام في معاني آيات سورة فصلت، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في بيان خلق السماوات والأرض في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ووقفنا عند قوله: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. فقضى خلق السماوات في يومين، أي تفصيل، هذا تفصيل لتكوين السماء الذي أجمله، أي خلقه خلقا محكما، خلقا متقنا، أتقن أمرهن حسب ما تقتضيه الحكمة في يومين، أي في وقت مقدر بيومين. فكان خلق السماوات والأرض جميعا في ستة أيام، في ستة أيام. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وأوحى في كل سماء أمرها، أي خلق في كل منها، في كل سماء من السبع خلق في كل منها من خلقه الذي يصلح له من الملائكة وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأوحى إلى كل منها ما يليق بها من التكليف، لأن الملائكة مكلفون وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولهم وظائف. قال: وزينا السماء الدنيا، السماء القريبة، السماء القريبة من الأرض. قال: زينا السماء الدنيا، سميت الدنيا أي قريبة من الأرض، هي قريبة من الأرض من غيرها، يعني هي أقرب من غيرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح النجوم والكواكب، من الكواكب. فلذلك ترى السماء متلألئة في ظلمة الليل، يعني كأن فيها يعني أنوار. وحفظا، أي حفظا للسماوات، زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، أي هذه الرجوم أو هذه النجوم أيضا هي حفظ للسماء، حفظها الله عز وجل من الآفات، من استراخ السمع أو من الولوج إليها. ولذلك جعل فيها أبواب، أبواب السماء، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، هو المبالغ في المبالغ سبحانه وتعالى في القدرة، قدرة العزة والغلبة، وفي العلم سبحانه وتعالى. وهاتان الصفتان مناسبتان لهذا المقام، لأن تلك الأعمال وهذا الخلق العظيم لا يتمكن إليه إلا بقدرة تامة، وكذلك علم محيط لما يصلح لهذه الخلائق. قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. لذلك قلنا سورة فصلت من أسمائها أنها سميت سورة المصابيح، سميت سورة المصابيح، وهذا شاهدها، شاهد هذا الاسم، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. إذن جملة تمام خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أربعة منها للأرض واثنتان منهن للسماوات، مع تباين الخلق، يعني خلق الأرض أو جرم الأرض بالنسبة للسماء جرم صغير لا يقارن، يعني مع ذلك يعني كان خلقه أربعة أيام
وقال العلماء في ذلك لأن هذا من باب يعني خلق العالم عالم الشهادة، وذلك من باب عالم الغيب، والله أعلم. طيب أحبتنا، نسعد باستقبال أول المشاركات، فأهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يكرمك حجة مسرة، تفضلي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم، بارك الله فيك، شكر الله لك يا حجة مسرة، كرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خير، كرمك الله. أعلن نستكمل الآيات مع الأخت أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عنا خيرك. الله يكرمك يا أم أحمد، تفضلي، جزاك الله خير. اقرأي وما تفرق. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. نعم، بارك الله فيك، شكر الله لك يا أم أحمد، كرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خير. طيب نستمع إلى مشاركة أخرى أيضا معنا، الأخت أم الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ، حياك الله. الله يكرمك، تفضلي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أم الحسين، أكرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خير، أكرمك الله. أيضا معنا الأخت فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. نعم تفضلي. مغرب من 14. أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نعم أحسنت بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخت فاطمة، أكرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خير. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وتماضر، تفضلي بارك الله فيك. يا جزاك الله خير. الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يبارك فيك. وما تفرقوا. نعم اقرأي من أول، فاطر السماوات. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن معانا يا أخو التماضر. طيب يبدو يتعثر في المشاركة. نعم معانا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معكم تهاني. حياك الله أخو التهاني. متهاني تفضلي. نعم من الأول. أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذروكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تاني يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا تهاني، كرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خير. طيب ننتقل أيضا إلى الأخت إخلاص. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حياك الله. نعم تفضلي. بارك الله فيكم. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من زيد المد. زيد المد شوية. وما تفرقوا. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعده لفي شك منه مريب. ثاني. من بعدهم لفي شك منه مريب فذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي إخلاص، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا، أكرمك الله. معنا الأخت وفاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نعم تفضلي. أكرمك الله وجزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به
إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم أحسنت بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي فاق، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. معنا الأخوة رجاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوة رجاء، أكرمك الله، تفضلي. نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخت رجاء، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. لعلنا نستكمل أحبتنا بعض معاني آيات سورة فصلت. إذن خلق الله عز وجل السماوات في يومين وأتم خلق الأرض في أربعة أيام، أولا في يومين ثم بعد ذلك في يومين آخرين، فتمت أربعة أيام كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فتمت ستة أيام خلق السماوات والأرض. قلنا أن عظم خلق السماوات يعني أعظم من عظم خلق الأرض أو من الأرض، فلذلك العلماء قالوا أن خلق السماوات هذا من باب يعني خلق عالم الغيب والملكوت والأمر، يعني خلق وأما الأرض وما فيها فهو من باب خلق الشهادة والملك منه سبحانه وتعالى. وبعضهم قال أيضا ليكون في ذلك يعني أن الله عز وجل لا يعجزه أن يكون خلق السماوات والأرض في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن هذا يعني الأمر في خلقه ستة أيام قالوا جاء على باب التدرج، وهذا فيه تعليم للخلق خاصة الإنسان أن لا يستعجل في أمره، فالله عز وجل مع كمال قدرته وكمال علمه يعني خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه كان يمكنه أن يخلقها في أقل من ذلك، لكن الله عز وجل له حكمة بالغة
في خلقه، وليتعلم الإنسان من ذلك أن يتأنى وألا يستعجل في أمر يقدم عليه. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني إن أعرضوا عن الإيمان وكذبوك وجادلوك في هذا البيان الواضح فأنذرهم وخوفهم، قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي عذابا مهولا كعذاب عاد وثمود، شديد الوقع، الصعقة أو الصاعقة كأنها صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ويعني خص الله عز وجل يعني هاتين القبيلتين لأن قريش كانت تمر على دياره، كانوا يمرون في أسفارهم على ديار ومساكن الحجر فيها عاد وثمود، فكانوا يمرون عليه في أسفارهم إلى بلاد الشام وينظرون آثار القوم، فأنذرهم الله عز وجل عذابا وهلاكا، يعني مثل هلاك أولئك القوم، وهذا من باب التخويف والاتعاظ والعبرة. والله عز وجل يمهل حتى إذا أخذ الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. جاءتهم الرسل، يعني هنا قالوا الجمع هنا يعني هو المراد اثنين، يعني إذ جاءتهم الرسل يعني باب الإطلاق، يعني جاءتهم الرسل أي حين جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الإيمان ويخوفونهم من الكفر والإشراك، من بين أيديهم ومن خلفهم، من جميع جوانبهم، وهذا كناية عن الاجتهاد في إفراغ الوقت المكان والزمان، يعني الرسل القوم لم يفرغوا وسعا في استثمار أوقاتهم في كل وقت وفي كل مكان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إرشادا ونصيحة، تارة بالرفق وتارة بالوعد وتارة بالوعيد بالتخويف وتارة بالإثارة والتشويق، مرة بالترهيب ومرة بالترغيب والتحذير، وكل هذه أساليب في الدعوة. هذا معنى إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني في كل أحوالهم وأزمانهم وأوقاتهم، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان حال نوح، دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا، ودعوتهم تتمثل في دعوة القوم إلى امتثال أمر الله عز وجل، ألا تعبدوا إلا الله، عبادة الله عز وجل وحده والامتثال لأمره، ألا تعبدوا إلا الله. ولكن القوم يعني لم يستجيبوا، قالوا لو شاء الله أو لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. طيب نرجع أحبتنا لاستقبال مشاركاتكم وتلاواتكم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أم يوسف، تفضلي. نعم، السورة. نعم، من أولها فاطر السماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليذرأكم فيه لا بالضم، ضم الهمزة، يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مواليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، يرعى لكم من الدين ما وصى به
نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أم يوسف، أكرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خير. معنا أيضا الحاجة زينب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يبارك فيك، تفضلي. نعم حاجة زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرغوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربهم لأجل مسمى يغضى بينهم لقضي بينهم إن الذين أورثوا الكتاب من بعده لفي شك منه مريب فدعوا واستقم أيوة. كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قد آمنوا بما أنزل الله من كتاب وأمرت أن أعدل بينكم الله ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم والله يجمع بيننا يعني بدون واو الله يجمع بيننا وإليه المصير. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا حج زينب، وأكرمك الله على هذه المشاركة، وجزاك الله خيرا. طيب معنا أم محمد من المعمورة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نعم تفضلي. الله يجزاكم خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مغاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
أن أغيروا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. نعم، بارك الله فيك، شكر الله لك يا محمد، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خير. معنا أيضا أم فجر الإسلام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نعم تفضل يا أختي الكريم. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرغوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بقيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب. من كتاب وأمرت لأعدل بينكم يعني الراء مرققة. وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. مصير. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا فجر الإسلام، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خير. نرجع للأخت تماضر، حياك الله. نعم مرة أخرى تفضلي. حياك الله، جزاك الله خير. الله يكرمك. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخت
الله يكرمك. نعم الله. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حياك الله وكرمنا. نعم تفضلي بارك الله فيك. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نعم بارك الله فيك. شكر الله لك يا أختي الكريمة، جزاك الله خير على هذه المشاركة. ولعلنا أحبتنا الكرام ننتقل إلى آيات الحلقة القادمة، صفحة 485 من الآية 16 إلى الآية 22، فنقرأ هذه الآيات إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. إذن هذه الآيات المباركات أحبتنا الكرام آيات الحلقة القادمة بحول الله وقوته. ننبه على بعض أحكام التلاوة في آيات الحلقة إن شاء الله تعالى. فاطر السماوات، في هذه الآيات وردت كثير من أحكام الراءات. الراء إذا قلنا الراء إذا كانت محركة بالفتح أو بالضم
فإننا نفخم هذه الراء نفخمها، وإذا حركت بالكسر فإننا نرققها، وإذا سكنت ننظر لما قبلها، إن كان ما قبلها كسر أصلي متصل بها في كلمتها ولم يكن بعدها حرف استعلاء أو من حروف الاستعلاء فإننا نرقق هذه الراء. فاطي هنا الطاء مكسورة لكن الراء مضمومة، فإذا نفخم هذه الراء. كلمة يذرأ يذرأكم، عندنا الراء مفخمة مفتوحة بعدها همزة مضمومة يذرأكم فيه، والميم ساكنة وبعدها الفاء المظهرة. عندنا وهو السميع البصير، البصير هنا الراء جاءت سكنت وقفا وقبلها ياء، قبل الياء كسر، قبلها ياء ساكنة، قبلها ياء ساكنة، وهذه من أيضا من الأوجه التي ترقق فيها الراء إذا سبقها ياء ساكنة، إذا سبقت بياء ساكنة. البصير وخير حتى إذا كان مفتوح ما دام أنها سبقت بياء ساكنة فإننا نرقق هذه الراء. البصير هذه الراء مرققة. أيضا وقفا في قوله لمن يشاء ويقدر، يقدر الراء هنا أيضا مرققة لأنها سكنت وقفا وقبلها مكسور ومع أنها يعني مضمومة وصلا. أيضا ولا تتفرق، تتفرق الراء هنا مفتوحة، ما دام أنها مفتوحة فإذا حقها التفخيم، وفخمان لا نقول تتفرق يعني يسهل أحيانا الترقيق، لا ولا تتفرق، لا بد أن نرفع اللسان في النطق بالراء لأن حينئذ تكون الراء مفخمة وقد وردت مرتين. ولا تتفرق فيه، وأيضا في قوله وما تفرقوا إلا، وما تفرقوا التاء والفاء مرققات، الراء لأنها مفتوحة تكون مفخمة. أيضا انتبه لي المدود، مدود المنفصل والمتصل من بعد، أو هنا من بعد ما جاءهم العلم، التقاء الساكنين حرك بالضم، مسمى لقضية الإدغام الكامل التنوين عند مع اللام. كلمة فدعوا واستقم، فدعوا أصلا فدعوا لكن الفعل الأمر هنا يكون بحذف الحرف العلة، فدعوا واستقم يعني نحذف الواو وننطق بعين مضمومة، فدعوا واستقم، فدعوا واستقم كما أمرت. أيضا كلمة أمرت الراء فيها مرققة لأنها ساكنة بعد كسر وتكررت أيضا. لعل هذه بعض أحكام التلاوة في آيات الحلقة. أحبتنا الكرام بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم وختام المسلمين. شكرنا موصول للذين ساهموا في هذه الحلقة فأسمعونا قراءاتهم وتلاواتهم، والذين حاولوا المشاركة والذين تابعوا الحلقة ويتابعون إعادتها، إخوانكم الذين هيئوا هذا اللقاء فوصلونا وربطونا بكم، والرعاة للبرنامج، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك كله في ميزان الحسنات وأن يرفع به الدرجات وأن يحط به الخطيئات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه، أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه.